السلام عليكم ورحمة الله جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أمين من Group of Good Deeds. هذا الفيديو يعني on behalf of Group of Good Deeds Charity and الفتح Trust Charity هنا في بريطانيا، باش نعطوكم يعني معلومات جديدة عن مشروع SOS Algeria لاقتناء مكيفات الأكسجين Oxygen Concentrators. اولا يعني نشكركم كثير يعني on behalf of Group of Good Deeds and الفتح Trust، نشكركم كثير على التفاعل تاعكم، على التبرعات تاعكم. يعني اتحدنا كلنا باش يعني نعاونوا ونساندوا خاوتنا في الجزائر. ربي يحفظكم، ربي يجازيكم ان شاء الله. العمليه ما كانتش سهله، وكنا تاثرنا كثير، كنا عندنا عائلاتنا واحبابنا ويعني اصدقائنا اللي توفى ولا اللي يعني راهم في حاله يعني صعبه في الجزائر. وان شاء الله نكونوا سبب باش اولا بفضل الله وبفضلنا احنا كلنا يعني مجهوداتنا كلنا ان يعني نصوفيو ارواح، ان شاء الله نقضوا ارواح في الجزائر. باش ما نطولش عليكم، يعني فيما يخص هذا المشروع، تم اقتناء يعني 170 مولد اكسجين، يعني اكسجين كونسنتريترز تاع 10 لترات، يعني كاباسيتي تاع 10 لترز، يعني 170. وتم اقتناء ايضا يعني دي كونسنتراتور تاع الاكسجين تاع 20 لترز كاباسيتي، يعني 20 لتر لا كاباسيتي تاع لي كونسنتراتور هادوما لي يروحوا للمستشفيات والمراكز الطبية. أما 170 فسيتم توزيعها على يعني جمعيات خيرية ومؤسسات أخرى إن شاء الله عبر الوطن إن شاء الله، يعني يوزعها في ولايات مختلفة وين يكون احتياج يعني كبير، وين يكون يعني الناس مضرورة كثيرة. يعني جماعتنا في الجزائر يقوموا بالدراسة ونعطوكم إن شاء الله معلومات أكثر يعني كي نلحقوا في عملية التوزيع. فيما يخص وكتاش يعني استلام هاد الطلبية، إن شاء الله يكون استلامها ابتداء من هذا الأسبوع، يعني نقولوا أواخر الأسبوع هذا إن شاء الله يتم استلامها. اليوم التاريخ هو 17 أوت 2021. حنستلموها في مراحل مختلفة، وإن شاء الله يعني نعطوكم أبديت بهذه المراحل في الأيام المقبلة بإذن الله. الجوفاندمي اللي كانوا يسألوا عليه، علاش مازلنا ما غلقناش الجوفاندمي ورانا نتأخروا في الطلبية؟ لا احنا ما تأخرناش سمحوا لي في الطلبية. احنا يعني الجوفاندمي كان جايد، يعني كنا نتبعوا شحال راهم يدخلوا دونيشنز. يعني ما تنساوش بلي احنا يعني جروب اوف جود ديز والفتح رانا يعني جمعيات مسجله، وعندنا يعني ايمرجنسي فاندز. يعني احنا استعملنا ايمرجنسي فاندز، بقناهم شرينا بهم باش ما نعطلوش العمليه. والجو فاند مي كان برك باش نتبعوا شحال يعني ابريل يعني دخلوا الدونيشنز. نعطوكم ابديت ان شاء الله في الايام المقبله. هذا كان بك باش اولا نشكركم وباش تطمئنوا يعني باللي طلبيه ما تعطلتش، وباللي يعني الحمد لله راهي يعني تسير. ربي يحفظكم، ربي يجازيكم. نشكر كل الجاريه في الخارج، يعني ماشي غير في بريطانيا، لان يعني التبرعات جاوا من انحاء يعني العالم، كل الجاريه يعني تفاعلت وتبرعت. ربي يحفظكم، وإن شاء الله في الأيام المقبلة نعطيكم معلومات جديدة. السلام عليكم، في أمان الله.